تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه كل جمعه اللي بقدمها انا محمد عواد في قناه سيرفي سبورت على اليوتيوب. وحلقه اليوم حنوقف فيها مع فرناندو ريداندو، اللاعب اللي ربما مشهور جدا بالنسبه لكثير ناس بحركته السحريه ضد مانشستر يونايتد في اولد ترافورد اللي قضت على احلامهم في ملعبهم، ثم انتقل ريال مدريد ليفوز بعدها بلقب دوري الابطال. فرناندو ريداندو اكثر بكثير كقصه كمسيره من مجرد لحظه عظيمه. اللاعب اللي فاز بافضل لاعب في دوري اوروبا 99 2000، اللاعب اللي ساهم بالثامنه والتاسعه على ريال مدريد، واللاعب اللي يعتبر في 6 سنين قضاهم مع ريال مدريد ما بين 94 ل 2000 واحد من افضل لاعبين الوسط اللي عرفهم الدوري الاسباني، لدرجه انه جمهور صحيفه ماركا عام 2013 اختاروه ضمن افضل 11 لاعب في تاريخ النادي الاجانب، واعطوه لقب الامير بصفته لاعب انيق في خط الوسط، قادر يقود خط الوسط قل كثير نظيف. اليوم في قصة ريداندو بدنا نتكلم عن 3 قصص تاريخية، مواقف جميلة أو سيئة في مسيرة هذا اللاعب. الموقف الأول بدأ فعليا في عام 98 قبل كأس العالم، إجا مدرب اسمه باساريلا، المدرب اللي فاز مع الأرجنتين كلاعب بكأس العالم مرتين. هذا المدرب طلع قانون الشعر الطويل ممنوع، وكان يعتقد أنه طول الشعر اللي انتشر بين لاعيبة الأرجنتين هو سبب تراجع مستوى المنتخب الأرجنتيني. في لاعبين كانت عليهم العين، باتيستوتا وريداندو. باتيستوتا اللي كان من افضل المهاجمين في العالم، وريداندو اللي كان من افضل لاعيبه خط الوسط المتاخر في العالم. الاول قدر يوصل لحل وسط فشارك في المونديال، الثاني رفض يفاوض اساسا، قال شو دخلوا بشعري انا وبلعبي. وخلال الصراع بينهم رفض اي واحد فيهم يتراجع عن موقفه، فقرر باساريلا ما يستدعي ريداندو، والاخر قرر انه يحكي بصراحه، انا عارف اني حشوف كاس العالم من بيتي، عارف اني ممكن اندم بعد 10 سنين، لكن عندي مبادئ مستحيل اتفاوض عليها. غاب عن المونديال، خرجت الارجنتين زي ما بنعرف، وكان في نظره عامه ربما لو كان ريداندو بجانب فيرون بذلك المونديال لكانت الارجنتين استطاعت ان تجتاز فرنسا في دور الثمانية. هذا الموقف الاول. الموقف الثاني، جاءت انتخابات عام 2000 لرئاسه نادي ريال مدريد. فجاه جاء رجل اعمال اسمه فلورنتينو بيريز في وعد غريب جدا، راح اتعاقد مع لويس فيجو اللي كان نجمي الاول لبرشلونه، وهذا الوعد قدر فيه فلورنتينو بيريز بالاضافه لوعد اخر انه انا حخلي النادي هذا المديون يصير نادي رابح، نادي معاه فلوس بشكل مختلف عن الاندية الاخرى. لورينزو سانز اللي الان عم بكافح من اجل حياته بسبب كورونا، هذا الرجل كان فايز بدور ابطال الثامنة والتاسعة بعد 32 سنة كان ريال مدريد يفوز فيها معاه لأول مرة، كان يعتقد انه هذا يكفي. ريداندو كان مقتنع انه لازم يدعم المشروع الرياضي اللي مع سانز وليس المشروع التجاري اللي مع بيريز، فكان له تصريحات واضحة بدعم سانز. لكن لما فاز بيريز بدأت القصة الثانية اللي هي فاز بيريز بالانتخابات، جاء لويس فيجو أبو بعده بدأ بإجراءات تغيير، اشترى ماكاليلي واشترى كونسيتشاو، فأراد أن يغير اللاعبين. هنا كان قراره ريداندو، وكان وجهة نظره أنه هو بس عم بغير الدماء تحت الفريق من أجل تجديد الطموح، هذا أمام الناس. لكن طريقة بيع ريداندو كشفت في شيء خطأ. اللاعب طلع بعد ما أعلن ريال مدريد بيعه لميلان وقال بناء على رغبة اللاعب هذا الكلام. طلع اللاعب عمل مؤتمر صحفي قال لا رغبتي ولا هم، أنا فجأة إجوا قالوا لي اتفقنا، وتفاجأت أنه وكيل أعمالي حاكي مع ميلان ومتفق وقالوا لي خلص وقع عشان تروح. يعني في النهاية اللاعب تم إجباره وتكلم بذلك بصراحة. هناك 3 أسباب اجتمعت في هذا الموضوع. الأول أنه بيريز كان عنده مشكلة مع ريداندو كلاعب جدا مؤثر في غرفة تغيير الملابس، وهذا اللاعب ما بده بيريز، فهو قال لك أنا كيف بدي أغير عقلية الفريق لفلسفة النجوم وهذا في واحد من أهم اللاعبين، بقول لي لا. الشيء الثاني، بيريز تحجج انه عمره صار فوق 30 سنه، وطبعا الشيء الثالث انه وصل عرض مقبول بالنسبه لعمره في ذلك الايام. القصه الثانيه اخذتنا لقصه ثالثه، اشترى نادي اي سي ميلان، وفي اوائل حصصه التدريبيه تعرض لاصابه شديده ومعقده في الركبه، خلته يغيب بالمجمل 2.5 سنين حتى عاد للملاعب. ريداندو هنا كانت مش هذه القصه، القصه فعليا بعد تقريبا سنه من محاولته التعافي اعلن اللاعب انه ما بده راتب من ميلان، طلب من اداره ميلان توقف راتبه، وطلع وتكلم نائب رئيس النادي انذاك جالياني وقال اللاعب اخبرنا انه ما بده فلوس. اللاعب قال لنا بوضوح اني انا بدي احس يعني بالراحه النفسيه، يعني مش عم باخذ فلوس ببلاش، بدي اركز على استعاده لياقتي. ومن حسن حظ ريداندو للعلم قدر يرجع، لكن طبعا مش اللاعب اللي كان توب، قدر يلعب
ولعب بدوري ابطال 2002 2003 وبالتالي حسبت له كلقب ثالث، واستطاع انشيلوتي يستفيد منه بضعه دقائق كانت تتوتر فيها الامور مع انتر مع اياكس خلال مسيره الفريق للفوز باللقب بركله الترجيح على يوفنتوس. رجل استغنى عن ملايين، رجل حافظ على موقفه، رجل ايضا اعلن كلمته وجهه نظره بدون تردد في وجه الانتخابات، وشيء هو مش مقتنع انه واحد بيجيب دوري الابطال بيخسر الانتخابات عشان وعد بنجم من فريق اخر رغم انه الفريق هو البطل تاع اوروبا عام 2000. الرجل كان عنده موقف، هذا هو ملخص مسيرة ريناندو بعيدا عن تجربته كلاعب خط وسط متأخر، مبدع جدا، صاحب نظرة في الملعب، عنده إضافة هجومية وإبداع رهيبين، ما كان لاعب عادي أبدا كلاعب خط وسط، أكيد من نخبة لاعبين كرة القدم اللي لعبوا في هذا المركز بآخر 30 سنة. نوصل هنا نهاية هاي الحلقة، كالعادة بذكركم تطلبوا قصص في قناة يوتيوب وإن شاء الله دائما أول بأول بنحققها كل جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله.